موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ المبارك فوري حفظه الله: نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأسرته. قال: لنسب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء: جزء اتفق على صحته أهل السير والأنساب وهو إلى عدنان، وجزء اختلفوا فيه ما بين متوقف فيه وقائل به وهو ما فوق عدنان إلى إبراهيم عليه السلام، وجزء لا نشك أن فيه أمورا غير صحيحة وهو ما فوق إبراهيم إلى آدم عليهما السلام. الجزء الأول: محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة، ابن هاشم واسمه عمرو، ابن عبد مناف واسمه المغيرة. الأسماء الثانية دي أسماء اشتهروا بها، يعني عبد المطلب اشتهر بعبد المطلب أكثر من اسمه شيبة، وهاشم اشتهر باسمه هاشم أكثر بكثير من عمرو بن عبد مناف، وعبد مناف اسمه المغيرة ابن قصي واسمه زيد ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، وهو الوفهر هذا هو الملقب بقريش وإليه تنتسب القبيلة، فهر ابن مالك ابن النضر، واسمه قيس ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة، واسمه عامر ابن إلياس ابن مضر، وقبيلة مضر هي قرينة قبيلة ربيعة أكبر قبائل العرب، ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وهذا من إمام أهل السير محمد بن إسحاق، وغيره كلها الجزء اتفق عليه بين أهل السير والأنساب. الجزء الثاني: ما فوق عدنان. عدنان هو ابن أد ابن هميشة ابن سلامان ابن أوس ابن بوز ابن قموال ابن أبي ابن عوام ابن ناشد ابن حزاء ابن بلداس ابن يدلاف ابن طابخ ابن جاحم ابن ناحش ابن ناخي ابن عيف ابن عبقر ابن عبيد ابن الدعى ابن حمدان ابن سنبر ابن يثربي ابن يحزن ابن يلحم ابن أرعوى ابن عيض ابن الياش ابن عيفر ابن أفناد ابن أيهان ابن مقصر ابن ناحش ابن زارح ابن سمي ابن مزي ابن عوضة ابن أرام ابن قيدار ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام. هذا الجزء من النسب أيضا الصحيح فيه التوقف وعدم الجزم به، فمن بعد عدنان لا دليل على صحته، ولم يكن العرب يعني يعرفون على هذا البعد الطويل بأدلة الأنساب حتى يقال أن هذا هو النسب الصحيح، فضلا عن الجزء الذي يليه وهو مأخوذ من التوراة التي بين أيدي أهل الكتاب، هو ما فوق إبراهيم إلى آدم، وهو مما لا شك فيه يعني عدم ثبوته، وإن كان يذكر فهو يذكر من باب حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن مع اعتقاد أن كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فكم من الأجيال بين من بعد ثمود إلى هذه الأجيال القريبة المعروفة للنسب، الله عز وجل أعلم، ولذلك دخل فيها ما فوق عدنان. الجزء الثالث: ما فوق إبراهيم عليه السلام، وهو ابن تارح واسمه آذر ابن ناحور ابن ساروع أو ساروغ ابن راعو ابن فالخ ابن عابر ابن فالخ ابن أرطخ ابن أرطخشد ابن سام ابن نوح عليه السلام. ومن هنا ينتسب يعني العرب واليهود إلى سام ابن نوح،
لأنهم من نسل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومنه قول بالثانية، ويعني اليهود يستغلون جدا قضية معاداة السامية، يعني معاداة من هم من أبناء سام بن نوح، لأن الأوروبيين من أبناء يافث على المشهور، يعني يافث ابن نوح وحام ابن نوح هم الثلاث أبناء الذين من نسله، من نسل نوح ولدت يعني البشرية الحاضرة. حام هذا هم الزنج وأشباههم، ويافث أبو الترك والأوروبيين ونحوهم، وسام وهو الذي من نسله شعوب الشرق الأوسط، منها العرب واليهود. فذلك العرب مثل اليهود، المفروض أنهم ساميون يعني، ولكن اليهود يعني متعصبون تعصبا لا حقيقة له ولا معنى له، ويستغلون القضية في معاداة السامية كسيف مسلط على كثير من الناس في أرجاء العالم. لأن أصلا كان رغبة يعني النازي في تدمير هذا الشعب في الجملة كما يزعمون يعني، وإن كان المبالغات الهائلة فيما فعله بهم وخداع العالم بذلك لشعور الناس، ليشعر الناس أنهم مضطهدون. الغرض المقصود، قال ابن سام، ابن سام بن نوح ابن لامك ابن متوشلخ ابن أخنوخ، يقال هو إدريس عليه السلام، وده ليس عليه دليل أيضا أن أخنوخ من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، بناء على ذلك لأنه جد لنوح، والصحيح أنه ليس من أجداده وليس من أباء النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان كذلك لما لقيه في المعراج لقال له مرحبا بالابن الصالح، كما قال له إبراهيم ذلك، وكما قال له آدم ذلك، فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وأما بقية الأنبياء ومنهم إدريس فقد قالوا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فالذي يظهر أنه ليس من آبائه، حتى يقال أنه أخنوخ الذي عند أهل الكتاب بهذا الاسم. ابن يرد ابن مهلائيل ابن قينان ابن أنوشة ابن شيث ابن آدم عليه السلام. قال الأسرة النبوية، تعرف أسرته صلى الله عليه وسلم بالأسرة الهاشمية نسبة إلى جده هاشم ابن عبد مناف. ولنذكر شيئا من أحوال هاشم ومن بعده. هاشم، وقد أسلفنا أن هاشما هو الذي تولى السقاية والرفادة من بني عبد مناف حين تصالح بنو عبد مناف وبنو عبد الدار على اقتسام المناصب فيما بينهما. وهاشم كان موسرا غنيا يعني ذا شرف كبير، وهو أول من أطعم الثريد للحجاج بمكة، وكان اسمه عمرو، فما سمي هاشما إلا لهشمه الخبز، يعني يهشم يعني يكسره ويعده كثريد ليأكل الناس أثناء الحج. وهو أول من سن الرحلتين لقريش، رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. وفيه يقول الشاعر، عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مسنتين عجافي، سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الأصيف. ومن حديثه أنه خرج إلى الشام تاجرا، فلما قدم المدينة سنت إليه الرحلتان. ومن حديثه أنه خرج إلى الشام تاجرا، فلما قدم المدينة تزوج سلمى بنت عمرو أحد بني علي بن النجار، فأقام عندها، ثم خرج إلى الشام، وهي عند أهلها قد حملت بعبد المطلب، فمات هاشم بغزة من أرض فلسطين. وولدت امرأته سلمى عبد المطلب سنة 497 بعد الميلاد، فسمته شيبة لشيبة كان في رأسه، حتة بيضة في رأسه. عشان كده نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخواله من بني النجار، اخوال النبي صلى الله عليه وسلم، هم اخوال مين؟ اخوال جده يعني، اخوال عبد المطلب، لان ام عبد المطلب كانت من بني النجار من المدينة من يثرب، اسمها في ذلك الوقت يعني. سمته شيبة لشيبة كانت في رأسه، وجعلت تربيه في بيت أبيها في يثرب،
ولم يشعر به أحد من أسرته بمكة، وكان لهاشم 4 بنين وهم أسد وأبو صيفي ونضلة وعبد المطلب، وخمس بنات وهي الشفاء وخالدة وضعيفة ورقية وجنة. عبد المطلب قد علمنا مما سبق أن السقاية والرفادة بعد هاشم صارت إلى أخيه عبد المطلب ابن عبد مناف، فكان شريفا مطاعا ذا فضل في قومه. كانت قريش تسميه الفياض لسخائه، ولما صار شيبة اللي هو عبد المطلب وصيفا أو فوق ذلك سمع به مطلب فرحل في طلبه، فلما رآه فاضت عيناه وضمه وأردفه على راحلته، فامتنع عبد اللي هو شيبة حتى تأذن له أمه، فسألها المطلب أن ترسله معه فامتنع، فقال إنما يمضي إلى ملك أبيه وإلى حرم الله، فأذنت له. فقدم به مكة مردفه على بعيره، فقال الناس هذا عبد المطلب، فقال ويحكم إنما هو ابن أخي هاشم، يعني هاشم والمطلب أخوان. فلما جاء المطلب بابن هاشم اللي هو شيبة كان أسود فيما يظهر، فالناس ظنوه عبدا له أتى به من سفره، فقالوا هذا عبد المطلب، فقال ويحكم إنما هو ابن أخي هاشم، فأقام عنده حتى ترعرع. ثم إن المطلب هلك بردمان من أرض اليمن، فولي بعده عبد المطلب، فأقام لقومه ما كان آباؤه يقيمون لقومهم، وشرف في قومه شرفا لم يبلغه أحد من آبائه، وأحبه قومه وعظم خطره فيهم، خطر يعني منزلته ومكانته. ولما مات المطلب وثب نوفل على أركاح عبد المطلب فغصبه إياها، فسأل رجالا من قريش النصرة على عمه، فقالوا لا ندخل بينك وبين عمك، فكتب إلى أخواله من بني النجار أبياتا يستنددهم، وسار خاله أبو سعد بن عدي في 80 راكبا حتى نزل بالأبطح من مكة، فتلقاه عبد المطلب فقال المنزل يا خال؟ فقال لا والله حتى ألقى نوفلا. ثم أقبل فوقف نوفل وهو جالس في الحجر مع مشايخ قريش، فسل أبو سعد سيفه وقال ورب البيت لئن لم ترد على ابن أختي أركاحه لأمكنن منك هذا السيف، فقال رددتها عليه، فأشهد عليه مشايخ قريش. ثم نزل على عبد المطلب فأقام عنده 3، ثم اعتمر ورجع إلى المدينة. فلما جرى ذلك حالف نوفل بني عبد شمس ابن عبد مناف، لذلك هما كان عبد مناف له إيه؟ له 4 بنو هاشم وبنو المطلب، له 4 أبناء هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. عبد شمس دول منهم بنو أمية بعد ذلك، ونوفل وعبد شمس تحالفوا معا، يعني بني المطلب وبني هاشم، بني هاشم هو عبد المطلب منهم كانوا معا، ولذلك صاروا فيما بعد يعني هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وصاروا هم الذين لهم في الفيء نصيب، لأنهم هم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، نصر النبي صلى الله عليه وسلم، عامتهم نصر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أثناء يعني البعثة. يقول فلما جرى ذلك حالف نوفل بني عبد شمس ابن عبد مناف على بني هاشم، ولما رأت خزاعة نصر بني النجار لعبد المطلب قالوا نحن ولدناه كما ولدتموه، فنحن أحق بنصره، وذلك أن أم عبد مناف منهم من خزاعة. ذلك صارت خزاعة دائما عيبة نصح النبي صلى الله عليه وسلم عبر التاريخ، عبر يعني حتى في الجاهلية وفي الإسلام. قال فدخلوا دار الندوة وحالفوا بني هاشم على بني عبد شمس ونوفل، وهذا الحلف الذي صار سببا لفتح مكة كما سيأتي، لأن أصلا بنو خزاعة كانوا أحلاف آباء النبي عليه الصلاة والسلام،
وذلك لما وقع سنة الأذية دخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الحلف لما يعني دخلت بنو بكر في حلف قريش ونقضوا العهد، فانتقم النبي صلى الله عليه وسلم لخلفائه خزاعة بفتح مكة. يقول: ومن أهم ما وقع لعبد المطلب من أمور البيت شيئان: حفر بئر زمزم ووقعة الفيل. خلاصة الأول هو حفر بئر زمزم، أنه أمر في المنام بحفر زمزم، وكان يعني أمر عظيم. زمزم كما هو معلوم نبعت على يعني بين يدي إسماعيل صلى الله عليه وسلم وهو طفل رضيع، عندما تركه أبوه مع أمه عند روحة بجوار البيت قبل بنائه، وقصة معروفة في عطشها وخوفها على ابنها من الهلاك وسعيها بين الصفا والمروة حتى جاء جبريل فضرب الأرض بجناحه ونبعت عين زمزم. ثم طمرت عين زمزم عبر السنين ولم تعد معروفة، فجيء عبد المطلب في المنام وأمر بحفر زمزم ووصف له موضعها، فقام يحفر فوجد فيها الأشياء التي دفنها الجراهمة لجرهم ذي القبيلة التي تزوج منهم إسماعيل ونشأ فيهم. يقول: التي دفنها الجراهمة حين لجأوا إلى الجلاء، أي السيوف والدروع والغزالين من الذهب، فضرب الأسياف بابا للكعبة وضرب في الباب الغزالين وأقام سقاة زمزم للحجاج. ولما بدت زمزم نازعت قريش عبد المطلب وقالوا له: أشركنا. قال: ما أنا بفاعل، هذا أمر خصصت به. فلم يتركوه حتى خرجوا به للمحاكمة إلى كاهنة بني سعد، ولم يرجعوا حتى أراهم الله في الطريق ما دلهم على تخصيص عبد المطلب بزمزم. وحينئذ نذر عبد المطلب لئن آتاه الله 10 أبناء وبلغوا أن يمنعوه لينحرن أحدهم عند الكعبة. ونظر ذلك لأنه لم يكن له أولاد يحمونه من كل من يريد أن يأخذ منه شيئا. فأول واحد كان مين؟ كان عم نوفل أخذ منه أشياء، ثم قريش أرادت أن تنازعه في زمزم، ما كانش عنده أولاد يحمونه. فنظر لو رزقه الله 10 أولاد وبلغوا أن يمنعوه أن ينحر أحد منهم، هو كما عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة الأمر الثاني وهو أمر أبرهة، أن أبرهة الصباح الحبشي النائب العام عن النجاشي على اليمن، لما رأى العرب يحجون الكعبة بنى كنيسة كبيرة بصنعاء، وأراد أن يصرف حج العرب إليها، وسمع بذلك رجل من بني كنانة، فدخلها ليلا فلطخ خبلتها بالعذرة، يعني تبرز فيها، ولطخ البراز على قبلة الكنيسة التي بناها أبرهة تحقيرا لأمره وكنيسته. قال: ولما علم أبرهة بذلك سار غيظه، وسار بجيش عرمرم عدده 60,000 جندي إلى الكعبة ليهدمها، واختار النسيه فيلا من أكبر الفيلة، وكان في الجيش 9 فيلة أو 13 فيلا، 9 فيلة، ووصل سيره حتى بلغ المغنس، مكان قريب بجوار مكة، وهناك عبأ جيشه وهيأ فيله وتهيأ لدخول مكة. فلما كان في وادي محسر بين المزدلفة ومنى، والمكان اللي هي المسافة ما بين المزدلفة ومنى، كان الجيش نازلا في هذا المكان، وهو المكان الذي أسرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء حجه، لأنه المكان الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل، وما زال موجودا ومعروفا إلى يومنا هذا. قال: فلما كان في وادي محسر بين المزدلفة ومنى برك الفيل ولم يقم ليقدم إلى مكة، ليقدم إلى الكعبة. وسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما بركت ناقته في الحديبية قالوا: خلأت القصواء. قال: ما خلأت وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. الله عز وجل هو الذي حبس الفيل وجعله يبرك في هذا المكان ولا يتحرك، ولم يقم ليقدم إلى الكعبة. وكانوا كلما وجهوه إلى الجنوب أو الشمال أو الشرق يقوم يهرول، وإذا صرفوه إلى الكعبة برك. فبينما هم كذلك إذ أرسل الله عليهم طيرا أبابيل كثيرا جماعة ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
وكان الطير أمثال الخطاطيف والبلسان. طير اسمه خطافة وآخر اسمه البلسان. ومع كل طير ثلاثة أحجار، حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص، لا تصيب منهم أحدا إلا صار تتقطع أعضاؤه وهلك، وليست كلهم أصابت، وخرجوا هاربين يموج بعضهم في بعض، فتساقطوا بكل طريق وهلكوا على كل منهل. وأما أبرهة فبعث الله عليه داء تساقطت بسببه أنامله، ولم يصل إلى صنعاء إلا هو مثل الفرخ، وانصدع صدره عن قلبه ثم هلك. انشق صدره، يعني سبحان الله، آية من آيات الله عز وجل. في تلك السنة ولد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وأما قريش فكانوا قد تفرقوا في الشعاب وتحرزوا في رؤوس الجبال خوفا على أنفسهم من معرة الجيش، إنه جيش 60,000 ليس لقريش طاقة به، وهي تعرف الحرب بهذه الطريقة. فلما نزل بالجيش ما نزل رجعوا إلى بيوتهم آمنين. وكانت هذه الوقعة في شهر المحرم قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين يوما أو بخمسة وخمسين يوما عند الأكثر، وهو يطابق أواخر فبراير أو أوائل مارس سنة 571. وكان تقدمة قدمها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وبيته، لأن حين ننظر إلى بيت المقدس نرى أن المشركين من أعداء الله تسلطوا على هذه القبلة، وأهلها مسلمون، كما وقع لنبوخذنصر طبعا نتيجة مخالفات اليهود وكثرة فسادهم، وليسوا مسلمين بالمعنى التام، وإنما لأجل إفسادهم سلط الله عليهم عدوا أكثر منهم، أو كان كافرا وهم كان منهم مسلمون. قال: كما وقع لنبوخذنصر سنة 587 قبل الميلاد، والرومان سنة 70، وذلك لما دخل الكفار بيت المقدس هدموه، وذلك بيت المقدس هدم قبل ذلك مرات، وهو مسجد منذ يوم أسس. قال: ولكن الكعبة لم يسيطر عليها النصارى. يقول: وهم المسلمون إذاك. هذا ليس بثابت، ولم يثبت أن أبرهة كان موحدا، بل كان لو كان موحدا لعظم الكعبة التي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن شرع الله عز وجل في الحج لم يزل في شرائع الأنبياء جميعا، وقد ثبت أن موسى عليه الصلاة والسلام قد حج إلى بيت الله له جوار بالتلبية، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عيسى لا يهلن عليه الصلاة والسلام لا يهلن بالحج أو بالعمرة أو لا يهلن بهما جميعا. فقول وهو المسلمون إذاك ليس بصحيح، خصوصا أن الواقع وقع بعد انتشار التحريف، وكان أبرهة من هؤلاء الذين انحرفوا، وبناء الكنائس والبيع مشهور عند النصارى، يعني الذين انحرفوا، ولم يكن هناك من أهل التوحيد إلا غبر من أهل الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فناقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب، إلا بقايا من أهل الكتاب، وهم الذين في الفياف والأديرة، ولم يكن منهم الملوك المشهورين ب التوحيد، لم يكن منهم من الملوك من شهر بالتوحيد. لكن حماية لبيت الله الحرام حمى الله عز وجل الكعبة ولم يسلط عليها النصارى، مع أن أهلها أهل مكة كانوا مشركين، وهذا تكرمة لبيت الله الحرام. والحقيقة أن الكعبة عموما لم يتسلط عليها جدار قط، وهذا من تكريم الله عز وجل هذه البقعة المطهرة المشرفة. وأحد الأسباب في تسمية الكعبة بالبيت العتيق كما سماه الله عز وجل أن الله أعتقه عن أن يتسلط عليه جبار، بل كل من حتى الكفار الذين ظهروا على مكة كانوا يعظمون الكعبة. المشركون الذين بقوا مدة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، يعني ينشرون الأصنام حول الكعبة، كانوا معظمين للكعبة، لم يتسلط على الكعبة كافر يعني يهين الكعبة، إنما تسلط عليها حتى الكفار الذين تسلط عليها من يعظمونها. لو أراد أحد أن يهينها أهلكه الله عز وجل وما سلطه عليها. ولذلك يعني منذ فتحت مكة ولم يتسلط
إلى يومنا هذا بفضل الله عز وجل وإلى قرب يوم القيامة مباشرة، إلى أن لا يوجد في الأرض أحد يقول الله الله، لا تسلط عليها من لا يدين الإسلام على الأقل ظاهرا، لا تسلط على مكة قبل ذي السويقتين من الحبشة الذي يهدم الكعبة، وهو عندما لا يوجد في الأرض مسلم يقول لا إله إلا الله، فلن يتمكن منها كافر أبدا، يعلن الكفر. هذا نعني به أنه قد ظهر على مكة المكرمة من كان في حقيقته كافرا لكن ما كان يعلنه، إنما كان ينتسب إلى الإسلام وإن كان في حقيقة أمره كافرا وهو الباطنية، ولكن ما كان منهم من يعلن الكفر. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان يأريز ما بين المسجدين كما تأريز الحية إلى جحرها، وقال لا هجرة بعد الفتح صلى الله عليه وسلم، أي من مكة، فهي ستظل دار إسلام طالما بقي في الأرض مسلم. فإذا زال المسلمون من الأرض كلها ولم يعد يوجد في الأرض من يقول الله الله، فعند ذلك يسلط الله عليها ذو السويقتين من الحبشة، وهو الذي يقلع حجرها حجر حجرة، وهو الذي يستخرج كنز الكعبة كما ثبت في الصحيحين. قال وقد وقعت هذه الوقعة في الظروف التي يبلغ نباؤها إلى معظم المعمورة المتحضرة، إذ ذاك فالحبشة كانت لهم صلة قوية بالرومان، والفرس لا يزالون لهم بالمرصاد يترقبون ما نزل بالرومان وخلفائهم، ولذلك سرعان ما جاءت الفرس إلى اليمن بعد هذه الوقعة، وهاتان الدولتان كانتا تمثلان العالم المتحضر، يعني دنيويا، يعني اللي هو يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فهذه الوقعة لفتت أنظار العالم ودلته على شرف بيت الله وأنه هو الذي اصطفاه الله للتقديس، فإذا لو قام أحد من أهله بدعوى النبوة كان ذلك هو عين ما تقتضيه هذه الوقعة، وكان تفسيرا للحكمة الخفية التي كانت في نصرة الله المشركين، يقول هو ضد أهل الإيمان، وهذا خطأ بين، فإن هؤلاء ما كانوا من أهل الإيمان وما كانوا يعظمون بيت الله حرام، ولو كانوا مؤمنين لعظموا بيت الله حرام، فهذا خطأ منه بلا شك. يقول وكان كتفسيرا لحكمة الخفية التي كانت في نصرة الله للمشركين ضد أهل الإيمان بطريق يفوق عالم الأسباب. الصحيح أنهم كان نصرا للمشركين الذين يعظمون الكعبة على المشركين الذين أرادوا إهانتها وهدمها. قال وكان لعبد المطلب 10 بنين، وهم الحارث والزبير وأبو طالب وعبد الله وحمزة وأبو لهب والغيداق والمقوم وصفار والعباس، وقيل كانوا 11، فزادوا ولدا اسمه قسم، وقيل كانوا 13، فزادوا عبد الكعبة وحجلا، وقيل إن عبد الكعبة هو المقوم وحجلا هو الغيداق، ولم يكن من أولاده رجل اسمه قسم. وأما البنات فست، وهن أم الحكيم وهي البيضاء وبرة وعاتكة وصفية وأروى وأميمة من عمات النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه فاطمة بنت عمرو ابن عائد ابن عمران ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة. كان عبد الله أحسن أولاد عبد المطلب وأعفهم، أحسن أولاد عبد المطلب وأعفهم وأحبهم إليه، وهو الذبيح. وذلك أن عبد المطلب لما تم أبناؤه 10 وعرف أنهم يمنعونه أخبرهم بنذره فأطاعوه، فكتب أسماءهم في القداح في الاستقسام بالأزلام القرعة يعني التي يخترع، وأعطاهم قيم هبل، فضرب القداح فخرج القدح على عبد الله، فأخذه عبد المطلب وأخذ الشفرة أخذ السكين، ثم أقبل به إلى الكعبة ليذبحه، فمنعته قريش، ولا سيما أخواله من بني مخزوم وأخوه أبو طالب أخو عبد الله. ولذلك أبو طالب كان يعني له قرابة خاصة عبد الله يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي تولى شأن أنه كان الذي منع أباه من ذبح أخيه،
فقال عبد المطلب: فكيف أصنع بنذري؟ فأشار عليه أن يأتي عرافة فيستأمرها، فأتاها فأمرت أن يضرب القداح على عبد الله وعلى عشر من الإبل، فإن خرجت على عبد الله يزيد عشرا من الإبل حتى يرضي ربه، فإن خرجت على الإبل نحرها. فرجع وأقرع بين عبد الله وبين عشر من الإبل، فوقعت القرعة على عبد الله، فلم يزل يزيد من الإبل عشرا عشرا ولا تقع القرعة إلا عليه، إلى أن بلغت الإبل 100 فوقعت القرعة عليها. هي 100 من الإبل هدية هدية الرجل يعني. فنحرت عنه، ثم تركها عبد المطلب لا يرد عنها إنسانا ولا سبعا. وكانت الدية في قريش وفي العرب 10 من الإبل، فجرت بعد هذه الوقعة 100 من الإبل، وأقرها الإسلام. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا ابن الذبيحين، يعني إسماعيل وأباه عبد الله. حديث ضعيف. يقول: واختار عبد المطلب لولده عبد الله آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، ويومئذ تعد أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا، وأبوها سيد بني زهرة نسبا وشرفا. فبنى بها عبد الله في مكة، وبعد قليل أرسله عبد المطلب إلى المدينة يمتار لهم تمرا، يمتار يعني يصدر لهم ميرة، يعني قوت. فمات بها، مات بالمدينة عند أخوال أبيه يعني. وقيل بل خرج تاجرا إلى الشام، فأقبل في عير قريش، فنزل بالمدينة وهو مريض فتوفي بها، ودفن في دار النابغة الجعدي، وله إذ ذاك 25 سنة، وكانت وفاته قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه يقول أكثر المؤرخين، أكثر أهل السير يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يتيما. يقول: وقيل بل توفي بعد مولده بشهرين، لكن المشهور الأول، وهو أنه مات ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه آمنة. ولما بلغ نعيه إلى مكة رفضته آمنة بأروع النواسي، قالت: عفا جانب بطحاء من ابن هاشم، وجاور لحدا خارجا في الغماغم، دعته المنايا دعوة فأجابها، وما تركت في الناس مثل ابن هاشم، عشية راحوا يحملون سريره، تعاوره أصحابه في التزاحم، فإن تك غالته المنايا وريبها، فقد كان معطاء كثير التراحم. وجميع ما خلفه عبد الله 5 أجمال وقطعة غنم وجارية حبشية اسمها بركة، كنيتها أم أيمن، وهي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني التي كانت ترعاه في صغره عليه الصلاة والسلام، هي جارية أبيه، اسمها بركة كنيتها أم أيمن، وهي ممن أدركت الإسلام وأسلمت رضي الله تعالى عنها. قال: المولد 40 عاما قبل المولد، ولد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بشعر بني هاشم بمكة في صبيحة يوم الاثنين 9 من شهر ربيع الأول، وقيل 12 من ربيع الأول، وقيل غير ذلك، فليس هناك حديث صحيح يحدد بالضبط تاريخ ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنها أقوال مشهورة عن أهل السير. ومعلوم كما ذكرنا في مقدمة كلامنا على هذا الكتاب أن السير بلا معظمها بلا أسانيد. قال: من شهر ربيع الأول لأول عام من حديث الفيل. أما كونه يوم الاثنين فهذا صحيح ثابت لا شك فيه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم فيه ولدت. قال: ول40 سنة خلت من ملك كسرى أنوشروان، يوافق ذلك 20 أو 22 من شهر إبريل 571 بعد الميلاد، حسب ما حققه بعض المحققين. روى ابن سعد أن أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت: لما ولدته خرج من فرج نور أضاءت له قصور الشام. وروى أحمد عن الأرباض بن سارية ما يقارب ذلك. هو حديث في هذا صحيح أن أول شأن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني دعوة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما رأت أمه من النور الذي خرج منها، ويحتمل أن يكون رؤيا في المنام من أمه أنها خرج منها نور. يقول: وقد رؤيا إن عرفات بالبعثة وقعت عند الميلاد، فسقطت 14 شرفة من إيوان كسرى، وخمدت النار التي يعبدها المجوس، وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة بعد أن غابت يعني نزلت وانهارت. روى ذلك البيهقي، لا يقر محمد الغزالي، لا يقر الله في الحقيقة، ليس له أسانيد صحيحة. إرهاصات البعثة هذه مذكورة لكن بغير أسانيد صحيحة، وبالتالي فنحن لا نكذبها ولا نصدقها، هي أخبار رؤية لا يعني يصح لها إسناد، وبالتالي لا تثبت، ويمكن أن تكون وقعت. فليس كل ما كان بغير إسناد صحيح لابد أن ينفى أو يقال هذا من الخرافات أو التي اخترعها الناس، لا يلزم ذلك. لما ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بخفيه صلى الله عليه وسلم، فجاء مستبشرا ودخل به الكعبة ودعا الله وشكر له واختار له اسم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الاسم لم يكن معروفا في العرب، وختنه يوم سابعه كما كان العرب يفعلون. قيل انه ولد مختونا وليس بثابت، والظاهر ما ذكره نفسه. يقول: واول من ارضعته من المرضع بعد امه صلى الله عليه وسلم ثويبة مولاة ابي لهب بلبن ابن لها يقال له مسروح، وكانت قد ارضعت قبله حمزة ابن عبد المطلب، وارضعت بعده ابا سلمة ابن عبد الاسد المخزومي، ولذلك كان حمزة اخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارضعتني واياه ثويبة، هذا ثابت في الصحيح. يقول في بني سعد: كانت العادة عند الحاضرين من العرب، يعني عند اهل المدن وعند اهل القرى الكبيرة، ان يلتمسوا المراضع لاولادهم ابتعادا لهم عن امراض الحواضر، عن امراض القرى، يروحوا البادية ليكون اقوى بالصحة، لتقوى اجسامهم وتشتد اعصابهم ويتقنوا اللسان العربية في مهدهم، لان اهل البادية هم الاعراب القح، العرب القح. اهل المدن تأثروا بمن حولهم وبمن يفد إليهم من الأمم الأخرى من الأحباش والروم والفرس، وأما أهل البادية فلا يوجد فيهم إلا العرب فقط. قال: فالتمس عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرضعاء، واسترضع لهم امرأة من بني سعد بن بكر، وهي حليمة بنت أبي ذؤيب، وزوجها الحارث بن عبد العزة المكنى بأبي كبشة من نفس القبيلة، من قبيلة بني سعد. عشان كده كان ابو سفيان يقول: لقد امر امره ابن ابي كبشة، لانه هو ابنه في الرضاعة، فابو كبشة هذا زوج حليمة السعدية، كلمة السعدية لانه من بني سعد، وهو الحارث بن عبد العزة. يقول: واخوته صلى الله عليه وسلم هناك من الرضاعة عبد الله بن الحارث وانيسة بنت الحارث وحذافة أو جذامة بنت الحارث، وهي الشيماء، لقب غلب على اسمها، وكانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أيضا الحارث بن عبد المطلب هذا كان له ابن هو اسمه أبو سفيان، الذي تأخر إسلامه مدة طويلة، كان من أشد الناس إيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم عام الفتح، رضع معه وكان أخا له في الرضاعة. وكان عمه حمزة ابن عبد المطلب مسترضعا في بني سعد بن بكر، فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمة، فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين، من جهة ثويبة اللي هي مولاة أبي لهب، ومن جهة السعدية هي حليمة السعدية. ورأت حليمة من بركته صلى الله عليه وسلم ما قصت منه العجب. يقول: قال ابن إسحاق: كانت حليمة تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها
وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء. تلتمس من ترضعه؟ قالت: وذلك في سنة شهباء لم تبق لنا شيئا، مفيش اصلا غنم ولا ارض ولا يعني مطر، سنة فيها قحط. قال: فخرجت على اتان لي قمراء معنا شارف لنا، اتان هي انثى الحمار، وعلى شارف لها ناقة معنا شارف لنا او جمل يعني، والله ما تبض بقطرة، اللي هي الشارف دي ما الناقة دي ما بتطلعش نقطة لبن، وما ننام ليلنا أجمع من صبيين الذي معه من بكائه من الجوع، ما في ثدي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغذيه. الناقة ما بتحتاجش لبن وهي ما عندهاش لبن، ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج. فخرجت على أتاني، على حمارها أنثى الحمار، على أتاني تلك، فلقد أدمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا، يعني تعبت المسافرين معاها من كتر ما مش قادر تمشي، الحمارة عاجزة عن الايه؟ عن المشي فيها رايحة، لغاية ما الناس تعبوا منها وهم مسافرين. حتى قدمنا مكة نلتمس الرضاعة، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم، وذلك أن كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول يتيم وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي لزوجها: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلا آخذنه. قال: لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعلنا فيه بركة، يعني ما عليكيش حرج أن تروحي. قالت: فذهبت إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. قالت: فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روى، وشرب معه أخوه حتى روى، ثم نام، وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا هي حافل مليئة باللبن، فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. قالت: فقلت: والله إني لأرجو ذلك. قالت: ثم خرجنا وركبت أنا أتاني وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمرهم، يعني كانت هي رايحة آخر حمارة، ففي الطريق وهي رجعة أول واحدة مفيش ولا حد يحصلها، حتى إن صواحبي ليقولن لي: يا ابنة أبي ذؤيب، ويحك أربعي علينا، تمهلي علينا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى والله إنها لا هي هي. فقلنا: والله إن لها شأنا. قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح على حين قدمنا به معنا شباعا لبنا فنحلب ونشرب. عندما ترجع الغنم ترجع مع ان الارض جدباء شبعانة وفيها اللبن، وما يحلب انسان قطرة لبن ولا يجد في ضرع ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم للرعاة: ويلكم اسرحوا حيث اسرح راعي بنت ابي ذؤيب، فتروح أغنمهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا، فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتان الرضاعة، وفصلته يعني فطنته، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا، هو الذي بعد الفطنة. قالت: فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكفيه فينا
لما كنا نرى من بركته. فكلمنا أمه وقلت لها لو تركت ابني عندي حتى يغلب فإني أخشى عليه وباء مكة. قالت فلم نزل بها حتى ردته معنا. وهكذا بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني سعد حتى إذا كانت السنة الرابعة أو الخامسة من مولده وقع حادث شق صدره صلى الله عليه وسلم. روى مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه نيما فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة قطعة لحم قطعة دم فقال هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم عاد لأمه ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه يعني التأم يعني لأم الجرح ثم أعاده إلى مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئره فقالوا إن محمدا قد قتل أو قد شق صدره واستخرج قلبه عليه الصلاة والسلام. فاستقبلوه وهو منتقع اللون صلى الله عليه وسلم. وهذه وقع غير وقع شق الصدر في كبره عليه الصلاة والسلام في المعراج في الإسراء والمعراج. وذلك أنه شق صدره وحشي إيمانا وحكمة. فشق صدره وهو صغير كان لاستخراج حظ الشيطان منه. وفي كبره عليه الصلاة والسلام بعد بعثته ملئ إيمانا وحكمة صلى الله عليه وسلم. خشيت عليه حليمة بعد هذه الوقعة حتى ردته إلى أمه. فكان عند أمه إلى أن بلغ 6 سنين. ورأت آمنة وفاء لذكرى زوجها الراحل أن تزور قبره بيثرب. فخرجت من مكة قاطعة رحلة تبلغ 500 كيلومترا أو نحوها ومعها ولدها اليتيم محمد صلى الله عليه وسلم وخادمتها أم أيمن وقيمها عبد المطلب. فمكثت شهرا ثم قفلت. بينما هي راجعة إذ يلاحقها المرض ويلف عليها في أوائل الطريق فماتت بالأبواء بين مكة والمدينة. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض رحلاته مر على قبر أمه آمنة بنت وهب. عاد به عبد المطلب إلى مكة وكانت مشاعر الحنو في فؤاده تربو نحو حفيده اليتيم الذي أصيب بمصاب جديد نكأ الجروح القديمة. فرق عليه رقة لم يرقها على أحد من أولاده. فكان لا يدعه لوحدته المفروضة بل يؤثره على أولاده. قال ابن هشام كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام جفر حتى يجلس عليه. الجفر ده من بعد الفطام إلى يعني سن 7 أو سن فيأخذه أعمامه ليؤخره عنه. فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم دعوا ابني هذا فوالله إن له لشأنا. ثم يجلس معه على فراشه ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع. ولثمان سنوات وشهرين 10 أيام من عمره صلى الله عليه وسلم توفي جده عبد المطلب بمكة. ورأى قبل وفاته أن يعهد بكفالة حفيده إلى عمه أبي طالب شقيق أبيه. قال الله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى صلى الله عليه وسلم. لقب هذا الصحيح كيف يمكن الجمع بين كون الإنسان إنما خلق للعبادة وبين أن العبادة إنما تكون في الحياة الدنيا فقط وهي تعتبر فترة صغيرة جدا بالنسبة للحياة الأبدية. المقصود أن الله خلق الجن والإنس ليعبدوه في الدنيا. خلقهم في هذه الدنيا ليعبدوه. هي الحكمة الشرعية. الحكمة الشرعية هي الحكمة في أن الأمر والنهي.
ثم بعد ذلك يلهم أهل الجنة التسبيح كما تلهمون النفس. استغفر الله. أحد الخطباء تناول الشيخ عبد العزيز الشيخ بالسب بسبب فتواه بالنسبة للعمالة الإلهية الفلسطينية حتى قال أنه مفتي يهود، نعوذ بالله. هذا والله من الضلال وعدم معرفة أدب الخلاف. مسألة فيها اجتهاد لأهل العلم، منهم من يرى جوازها ومنهم من يرى منعها. يعني لا نعرف الأدب مع أهل العلم ولا نعرف يعني فقه الخلاف حتى نتهم بهذه الاتهامات الجزافية الباطلة. هذه مسألة حتى في مصلحتها ومفسدتها فيها اجتهاد. هل يلزم بأن فيها المصلحة حتما مع ما يتعرض له المسلمين الأذى؟ إذا قلنا نحن نترجح لدينا أن المصلحة أكثر مثلا أو أن هذا من الأمور المشروعة وليس انتحارا، لكن هذا لا يعني أن المسألة قطعية. هذا من علامات الجهل وسوء الأدب وسوء الخلق كذلك. فيعني الشيخ عبد العزيز هذا الشيخ رجل معروف بالفضل والعلم، ويعني يعني حتى يعني كيف يتهم بهذه التهمة الباطلة؟ ما يعني نظن أن ذلك يعني إلا من الغيبة المنكرة والنميمة المفسدة. نسأل الله أن يتوب على قائل هذا الكلام. هل الديانة اليهودية قديمة كان يدخل فيها العرب أم أنه شعب لا يدخل أحد في ديانتهم وأنه شعب الله المختار والناس أميين؟ هذا هو الظاهر، أن اليهود إنما يعني يشترطون أن يولد المرء يهوديا حتى يكون يهوديا، ولذلك يعني قليل جدا من تهود وقبل في مجتمعهم، بين الأغلب العام أنه كان لا يقبل في مجتمعهم. قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هل المرة الثانية لم تأتي بعد؟ بل قد أتت ومرت، والأولى يعني تسلط بغتنصر والثانية تسلط الرومان، وفي كلا المرتين وقع هدم للمسجد الأقصى. والمسلمون إذا دخلوا بيت المقدس لم يتبروا ما علوا تتبيرا، بل عظموا بيت المقدس ورفعوا عمرانه وشأنه، كما وقع عندما دخل المسلمون القدس في أيام عمر، وظل بيت المسجد يعني معمرا مكرما مشرفا مطهرا إلى أن دخله النصارى فنجسوا تلك البقعة غيظا للمسلمين. ويعني هم الذين فعلوا ذلك، أيضا الرومان فعلوا ذلك عندما دخلوه يعني قبل الميلاد بعد 170 كما ذكرنا، فقبل دخول الرومان في النصرانية. لكن عندما دخله المسلمون في عهد صلاح الدين عظموا بيت المقدس، وقد قال عز وجل وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. التتبير والتدمير والإهلاك. فالصحيح أن هؤلاء العباد الذين علوا على بيت المقدس إنما هم من الكفرة لا يعظمون بيت المقدس، وإنما سلطهم الله عز وجل إهانة للمخالفين لشرعه من اليهود. والمرة التي سوف يدخل المسلمون فيها بيت المقدس بعد ذلك سوف يكون فيها تطهير لبيت المقدس. بل الذي يظهر والله أعلم أن يعني المسلمون لا يزال لهم في الشام وفي فلسطين يعني وجود في الفتن الكبرى قبل قيام الساعة، وأنهم أن المواقع الكبرى تقع في الشام، فهذا يدل على وجود المسلمين كسلطان لهم في الشام. فنظن بإذن الله تبارك وتعالى أن يعود أو على الأقل أجزاء من بيت المقدس أو من أرض الشام للمسلمين إن لم تعد كلها قبل ظهور الدجال، ومقتل الدجال قرب بيت المقدس. العادة السرية حكمها في الدين وإن كان يقع في الفتن، العادة السرية تزيد الوقوع في الفتن، وهي ليست حلا بل هي سبب لزيادة الشهوة حتى يعجز عن مقاومتها. ولا شك أنها خير من أهوى من الزنا، لكن كلا الأمرين من المخالفة من التعدي. قال عز وجل الذين هم لفروجهم حافظون
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذا من وراء ذلك، هذا ليس من الزواج ولا من التسري اللي هو ملك اليمين، فبالتالي هذا من المحرمات، وهذا قول جمهور أهل العلم. الأحاديث الواردة في هذه العادة السرية ضعيفة، لكن تكفينا آية سورة المؤمنون وسورة المعارج. هل يغني قراءة القرآن في الصلاة عن قراءة الحزب في القرآن منفردا دون صلاة في قيام الليل؟ لو قرأها في قيام الليل فهي يعني أفضل وأحسن، والله أعلى وأعلم. الالتحاق بالمعاهد الشرعية مثل معهد الدراسات الإسلامية والدعوة بالزقازيق الذي له فرع في الجمعية الشرعية، نبهنا الإخوة من قبل على يعني انحراف المناهج التي تدرس في هذا المعهد ويعني عدم صحتها وانحرافها في قضايا العقيدة، خصوصا كتاب الدين الخالص للسبكي فيه من التأويل ويعني يعني الخروج عن عقيدة السلف فيه ما فيه، وفيه هجوم على أئمة السلف كشيخ الإسلام تيمية وطريقة يعني الترجيح لطريقة الخلف عموما. وفي هذا المعهد أيضا الدراسات التي فيها الطعن في يعني الجماعات الإسلامية حتى ما كان منها على طريقة أهل السنة، ويعني ذكر حتى يعني أن كل الجماعات يعني فيها سلبيات وإيجابيات، حتى الشيعة والصوفية عنده بمنزلة الجماعات القائمة على منهج السنة والجماعة. فهو في منهج منحرف تحذر الإخوة والأخوات منه، خصوصا أن الكثير ممن يدخله لم يتلقى علما يستطيع أن يميز به بين الغث والسمين. قولوا قول هذا وصلنا.